تذكر المصادر التاريخية اسم المعرة في الغالب الأعم ملحوناً قليلاً مع ثبوت المعنى، مثل معر ومعرسة ومعرين ومعرونة ومعربونة إلى آخره، أو وحده مجرداً مثل معرة، أو مقروناً بلاحقة مثل معرة النعمان ومعرة مصرين ومعرة صيدنايا وغيرها، وفي الأقل الأندر بسابقة تسبق اسمها كرأس المعرة. بعيداً عن السابقة واللاحقة، النسبة إلى الشهرة والجوار والمكان، فقد تنوعت التفسيرات والتسميات العربية والآرامية السريانية واليونانية والرومانية التي نشرت حضاراتها على هذه الأرض العريقة. وإلى هذا فقد اختلف المفسرون والباحثون التاريخيون في معنى اسم معرة، وراح آخرون يناصرون هذا التفسير أو ذاك، ليبقى اسم المعرة على عراقته، مدنها وبلداتها وقراها، على غناها التاريخي وعطائها للحياة. لو نظرنا إلى خريطة المنطقة لوجدنا أن اسم معرة قد انتشر في بلاد الشام، وبالأخص ما بين حلب وإدلب وحماة. لماذا؟ لو عدنا إلى التاريخ وإلى جسر التاريخي وإلى أصول حضارات هزمون، وجدنا أن أحد أقدم الحضارات هي حضارة إبلة، وقد وجدنا أن اسم معرة موجود في أصله في وثائق إبلة تحت اسم آرة، وفي وثائق أغاريت تحت اسم آري، وفي وثائق ألالاق في سهل عمق إلى الغرب من هذه المنطقة تحت اسم آري. إذن هذا الاسم الشائع في الألف الثالث والألف الثاني قبل الميلاد ما معناه؟ إن معناه هو الحب والخصب والعطاء. قديمة هي المعرة قدم التاريخ، وهذه التسمية كانت مثارا للجدل والخلاف بين العلماء والآثاريين واللغويين. فكلمة المعرة لغويا أو لغة تعني الإثم والدية والشدة والمصيبة، ويقول أبو العلاء المعري في إحدى اللزوميات: يعيرنا لفظ المعرة أنها من العر قوم في العلا غرباء. وكلمة أرى لفظة سريانية، كما أثبت بعض العلماء بأن لفظة معرة نسبة إلى مغرتة بالسريانية، وتعني المغارة نسبة لكثرة عدد المغاور في مدينة المعرة. معرة النعمان هي الأشهر بين المعرات سورياً وعربياً وعالمياً. قديمة قدم التاريخ، مدينة عرفت عبر هذا العمر الطويل المديد بأسماء مختلفة، إلى أن استقرت منذ العهد العربي الإسلامي على اسمها الذي ندعوها به اليوم، معرة النعمان. لقد عرفها بعض الرحالة باسم ذات القصور وذات القصرين والعواصم ومعرة حمص ومعرة حلب. وهذه المدينة تحوي عدداً من الأوابد الأثرية التي ظلت صامدة
في وجه الزلازل ووجه عاديات الزمن، نذكر منها على سبيل المثال المسجد الجامع الكبير الذي يعتبر بحق وكأنه متحف في الهواء الطلق، إذ عناصره المعماري تعود إلى أكثر من عهد زمني. فالمئزنة السامقة التي لا يماثلها عنصر معماري في العالم الإسلامي إلا أو سوى مئزنة الجامع الكبير الأموي بحلب. هذه المئزنة تعود إلى 585 هجرية، تتميز بأبراجها الستة التي تميزت أو اختلفت بزخارفها من البرج العلوي إلى البرج السفلي. وقد بنى هذه المئزنة قاهر ابن علي ابن قانت سنة 585 هجرية، وهذا الباني هو نفسه الذي بنى المدرسة النورية في مدينة المعرة في نفس التاريخ. رأس المعرة بلدة تقبع فوق تاج من تيجان جبال القلمون أو سلسلة جبال لبنان الشرقية. قديمة قدم التاريخ، قطنها السوريون القدماء مع انبثاق فجر التاريخ، وما أن عثروا على الماء قريبا منهم حتى حفروا في صم حجرها بيوتا ومغاور سكنوها واستمروا فيها عبر القرون إلى أن أتموا مشاركتهم في صنع المدنيات، وأقاموا للحضارات مراكز ومعالم عرفت بوصفها حضارات كبرى. تقع رأس المعرة على السفح الشرقي لسلسلة جبال لبنان الشرقية، حيث تبعد عن مدينة يبرود حوالي 12 كيلومتر. تاريخيا عرفت رأس المعرة باسم معرة باش، وبعد الاحتلال، بعد زوال الاحتلال العثماني ومن ثم الاحتلال الفرنسي، تم تعريب الاسم حيث أصبحت رأس المعرة، حيث أن كلمة باش في التركية تعني الرأس، وعند الترجمة حولت من معرة باش إلى رأس المعرة، علما أن كلمة معرة معروفة بكلمة أرامية أصلها معرتة وهي المغارة الصغيرة. على الرغم من ذيوع اسم مدينة معرة النعمان في العالم قاطبة، فإنها لم تأخذ هذه الشهرة من النعمان نفسه، وإنما من كونها مسقط رأس الشاعر والفيلسوف والحكيم المنتسب إلى نبعة تنوخ اليمن من قضاعة من قحطان، أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد المعروف بأبي العلاء المعري. ولد المعري في بيت علم وقضاء ورياسة وثراء، وكان له في دولة الشعر محل كريم، كما كان لآبائه وأجداده من قبل، وعرف بوصفه واحداً من أغزر المؤلفين إنتاجاً وتميزاً في التاريخ الإنساني، على الرغم من فقده نعمة البصر منذ طفولته الأولى. لقد أعطى هذا الرجل العظيم للثقافة الإنسانية كنزاً عظيماً من النتاج الفكري والإبداعي، فكافأته باعتباره واحداً من روادها العظام وأدخلته في قائمة الخالدين.
كان أبو العلاء محباً لمدينته متعلقاً بها، حتى إذا فارقها اشتعل إليها شوقاً وهياماً. ومن أشهر أشعاره في المعرة عندما أقام فترة قصيرة في بغداد: فيا برق ليس الكرخ داري وإنما رماني إليها الدهر منذ ليالي، فهل فيك من ماء المعرة قطرة تغيث بها ظمآن ليس بسالي. هنا في المعرة مرقد جثمان الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز الأموي، الذي يعتبره المؤرخون خامس الخلفاء الراشدين الأربعة، الذي اشتهر بورعه وتسامحه وبعد نظره، رغم أنه لم يتولى الخلافة سوى أمد قصير لا يزيد عن السنتين. دفن في الدير الشرقي القريب من معرة النعمان، وبات مرقده مزاراً لمختلف أتباع الأديان والثقافات. فتحها المسلمون سلماً على يد القائد أبي عبيدة بن الجراح عام 17 للهجرة، وصالح أهلها بما يوازي صلح حماة. تبعت معرة النعمان لولاية حلب زمن الخلفاء الراشدين قبل أن تتبع لحمص في زمن الأمويين، ومنذ ذلك الحين راحت تدعى باسم معرة النعمان بعد أن تولاها الصحابي نعمان بن بشير الأنصاري. طبعاً عندما انتشرت الثقافة العربية في المنطقة وتراكمت الأحداث، لابد أن يضاف اسم آخر إلى معرة نظراً لتشابه الاسم بين المعرات، فأضيف إلى اسم معرة النعمان الحالية، والتي كانت تدعى كما ذكرنا آرة ثم معرة، معرة أضيف اسم النعمان. لقد ثبت مؤخرا أنها أضيفت إلى نعمان ابن المنذر الذي كان حاكما لأمارة الغساسنة في هذه المنطقة. فقد اكتشف مؤخرا منذ القرن الماضي خاتم الأمارة الذي نعرض صورته الآن، ينقل عليه خاصم النعمان الممجد قائد الجند وفلارخوس. هذا الخاتم دليل أكيد والمكتشف في معرة النعمان على أنها تنسب إلى النعمان المنذر الغساني. يورد ياقوت الحموي في سياق كتابته عن معرة النعمان عن سبب تسميتها بهذا الاسم، ونقلاً عن البلاذري أن النعمان بن بشير مر بالمعرة فمات له بها ولد فأقام عليه ودفنه فيها فسميت باسمه. وسروج الخيل يا غاوي وتقمطر يا المعراوي، وسروج الخيل يا غاوي وتقمطر يا المعراوي، وتقمطر بأراضي معرة يا دم وعب الجرة، شباب طلعت ممعرة أولهم حبيها الغالي. وسروج الخيل يا غاوي وتقمطر يا المعرة، وسروج الخيل يا غاوي وتقمطر يا المعرة.
شباب وطلعت من إدلب أولهم حبي هالغاوي وشروج الخيل يا غاوي طر يا المعراوي وسروج الخيل يا غاوي يا وتقنطر بأراضي حلب يا دم وعلى صخرة قلب شباب وطلعت من حلب أولهم حبي هالغالي وسروج الخيل يا غاوي. معرة أخرى من معرات محافظة إدلب ذات خصوصية وتميز تقع غير بعيد عن شقيقتها معرة النعمان، إنها معرة نصرين. هذه هي معرة مصرين التي أطلقت عليها في بعض الفترات تسميات عديدة، ذات القصور، ومعرة قنسرين، ومعرة نسرين، ليبقى اسمها الأشهر في أيامنا هو ذاته معرة مصرين. تقع معرة مصرين على بعد 9 كيلومترات تقريباً من مدينة إدلب، وهي مركز ناحية باسمها. مدينة معرة مصرين مدينة قديمة جداً، وممكن نحكي على معرة مصرين أول شيء من ناحية لغوية. معرة مصرين تتألف من كلمتان سريانيتان بمعنى مغارة الأمطار. ممكن نحكي معارة مصرين بشكل عام. معارة مصرين قديمة قدم التاريخ، والمعالم الأثرية الموجودة في معارة مصرين هي اللي بتعطي صورة تاريخها كمدينة قديمة. معارة مصرين مدينة فيها شجر زيتون، أرض خصبة ممتازة للزراعة، والمعالم الأثرية الموجودة اللي تركت أثر كبير خلال المراحل التاريخية كلها، ممكن موجود بعض الآثار لحد التاريخ. كان لمعرة مصرين دور كبير في التاريخ القديم، وقد شاع ذكر اسمها في فترة الحروب الصليبية. قال الرحالة السوري الشهير أحمد وصفي زكريا عن معرة مصرين إنه كان لها سور قديم دثر. أما الجغرافي بن حوقل فقد قال إن معرة نسرين مدينة متوسطة، وما حولها من القرى أعذاء، أي أنها تشرب من ماء المطر، ليس بنواحيها ماء جار ولا عين، وكذلك أكثر ما بجميع جندق النسرين أعذاء لا يسقيه إلا المطر. في العام 637 من الميلاد دخلت الجيوش العربية معرة مصرين بقيادة أبي عبيدة بن الجراح. تبعت معرة مصرين منذ الفتح الإسلامي لمدينة قنسرين، وصارت بعد تراجع الأخيرة كورة من كور حلب. اشتهرت معرة مصرين بفنونها وغنائها الصوفي وعنايتها الفائقة القديمة بتربية الحمام وزراعة الزيتون والقطن، وكانت أسواقها
كما وصفها الرحالة القس تومسون، تحفل بالإنتاج الزراعي والحيواني والعسل. في محافظة ريف دمشق تقع معرات أخرى، من بينها معرة قليلة الشهرة كبيرة الأهمية، دعيت تاريخياً باسم معرة باش، وتعرف في زمننا باسم رأس المعرة. بالعودة إلى رأس المعرة، نجد أنها بلدة قلمونية جميلة تحوي كنزاً أثرياً قل نظيره، هي رأس المغارة أو ما عرف باسم الحصن، والذي يعد فريداً بين المغاور والكهوف كونه من صنع الإنسان، إضافة إلى كنز طبيعي آخر نادر المثال والوجود في عالمنا المعاصر، وغابات متناثرة من أشجار اللزاب السوري الذي انقرض في العالم إلى حد كبير. وهو شجر يمتد عمر بعض نماذجه الموجودة هنا إلى عدة آلاف من السنين. ويستعمل الأهالي أوراقه الإبرية وعسله وصمغه الفريد الرائحة علاجات وعبير بخور يتخذ من صموغه، كما يستخلصون منه العديد من الفوائد. رأس المعرة المنسية لنئها عن طريق القوافل القديم الذي كان الرحالة يجوبونه جيئة وذهابا، وطريق حمص دمشق الذي تروح عليه السيارات والحافلات في زماننا وتأتي، وانتحائها زاوية خجولة من عب هذا الجبل الأشم، جبل القلمون، الملتحفة شتاء بغطاء سميك من البرد والثلوج. المعطاءة الكريمة لكميات هائلة من ثمار الكرز المستقي من ماء السماء وحده من أواخر الربيع وحتى ينتصف الصيف. رأس المعرة هذه تعيش اليوم واقعاً طيباً يقربها من النفوس والقلوب، من الحياة المعاصرة ومعطياتها، ويشدو بعض شعرائها بقولهم الشعري الذي يأبى الابتعاد عن الأصل ويتقرب إليه تقرب الروح من الجسد. شام العلا جئت من رأس المعرة من قوم يرون افتداء الشام إلزاما، يسعون للموت إن ضن الأباة به ولا يلمون بالهيجاء إلماما. الشام دار لهم يحمون حرمتها وينكسون على أبوابها الهاما، وعصبة الضاد ما ألفيتهم أبدا إلا سيوفاً لها تنضى وأقلاماً. حبي لها فاض حتى بات غاربه كالسيل يجرف كثباناً وآكاماً. لا غيب الله عن عيني مفاتنها
ولا أراني بها ذلاً وإرغاما. إنها المعرات وإنها لكثيرة، بلدات ومدن وقرى تماثلت أسماؤها واختلفت ملامحها وسماتها، ما أكثرها وأهمها. سجلنا جوانب من حياتها وما أطرفها، وخضنا في بعض تاريخها وما أعمقه، ورسمنا شيئاً من معالمها الرئيسة وما أجملها. عرفنا السادة المشاهدين إليها في عملية عب الفيض من الغيض، لنتجه في حلقات تالية إلى معرات أخريات وبلدات ومدن أخوات. إلى اللقاء.